بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابي طلاب الصف السادس، النهاردة هكمل معاكم حل وشرح الدرس الرابع والخامس من الوحدة السابعة من كتاب المعاصر للصف السادس الترم الثاني. خليكم معايا، هنبدأ دلوقتي بقراية الكلمات. أول حاجة كبر، كبر يعني النحاس. برونز، برونز معدن البرونز. ميتيورايت النيزك. دجر، دجر خنجر. هيفن، هيفن بمعنى الجنة أو السماء. سكريب، هنا سكريب أميوليت، سكريب أميوليت اللي هي تميمة الجوران. كلمة سكريب لوحدها دي عبارة عن خنفسة، ولكن هي على بعضها كده تميمة الجوران. اكسترا فوكابيولاري، مفردات إضافية. ماينز، ماينز ملاجم. Amusingly, amusingly, amazingly, amazingly من المسل للدهشة. Agricultural, agricultural. Sadly, sadly. Sheets, sheets. Kratnismin, kratnismin. Salts, salts. Fire, fire. Throw, throw. Display board, display board. لوحة العرض. Mirror, mirror. Before, before. Template. Timbley, Purichan, Purichin, Precious, Precious. عندنا تصنيف الأفعال. الأفعال بالإنجليزي منقسمة إلى قسمين. في عندنا أفعال منتظمة وأفعال شاذة. الأفعال المنتظمة اللي هي في الماضي البسيط منها بزود لي التصنيف الأولاني يا إما إي يا إما إي دي يا إما أي إي دي حسب الفيرب بقى. يعني لو الفيرب منتهي بإي بزود له دي. طب لو الفيرب مفيش قبل في آخره إي بزود له إي دي. طب لو الفيرب اخره واي وقبله حرف ساكن تقلب الواي الى اي وزود لها اي دي. اما الافعال الشاذه تحفظ كما هي. عندنا ماين يستخرج، هنا مايند. ديكوريت، ديكوريتد. ديستروي، ديسترويد. هنا الواي ما حاولناش ليه؟ لان قبلها حرف متحرك اللي هي حرف الاو. افعال غير منتظمه اللي هي الريجولار، هنا بيجين، بيجان. وير، وور. برينج، بروت. تعبيرات وحروف جر هامة. work with يعني يستخدم. because of early on في البداية. from the ground من باطن الأرض. later on بعد ذلك. result of نتيجة لذلك. bring good fortune. في عندنا هنا نص صغير، ده طبعا بيساعدني في حل الباراجراف يا جماعة. النص ده بيتكلم عن ايه؟ ايرون ان ايجيبشن ايجيب، يعني الحديد في مصر القديمه. بيديني كلمات ونحطها في جمل. هنقرا الجمل على طول. زي انشنت ايجيبشنز، قدماء المصريين. وركد ويز كبر، كانوا يستخدمون النحاس اند برونز والبرونز بيفور يوزنج ايرون، قبل استخدامهم للحديد. زي انشنت ايجيبشنز مايند ايرون فروم ذا جراوند، يعني قدماء المصريين نقبوا او استخرجوا الحديد من باطن الارض. ancient Egyptians called iron، قدماء المصريين كانوا يسمون الحديد the metal of heavens، يعني معدن السماء او معدن الجنة. ancient Egyptians craftsmen، يعني حرفيين قدماء المصريين. made a famous dagger، صنعوا خنجر مشهور. for توت عنك امونز توم، لمقبرة توت عنك امون. from a meteorite من النيزك. ودلوقتي هناخد جنرال اكسرسايز على طول يا جماعه، وهنحاول نفهم منه الدرس بالكامل. خلي بالكم بالنسبه لسؤال الليسن لازم اقرا الاسئله الاول قبل ما المدرس او المدرسه يملوني، فخلي بالكم معايا همليكم وانتوا ركزوا في الاختيارات. زي شاند ايجيبشنز يوز ذا ايرون فور سمول ايتمز، قدماء المصريين استخدموا الحديد في صناعه الاشياء الصغيره. Like مثل جولاري المجوهرات. كبر and bronze، هنا النحاس والبرونز. Were common metals، كانت معادن معروفة. For tools، من أجل الأدوات. Because they were easier to find، لأنها كانت أسهل في أن يجدوها. But later on، ولكن بعد ذلك. Iron agricultural tools، الأدوات الزراعية من الحديد. and weapons، والأسلحة began to appear، بدأت تظهر.
The ancient Egyptians got more iron. قدماء المصريين حصلوا على المزيد من الحديد. So من through من خلال ريد التجارة with other candles مع الدول أو البلاد الأخرى. دلوقتي قرينا النص واحدة واحدة كده نخلي بالنا معايا. رقم واحد. The ancient Egyptians used a for small items like jewelry. كانوا بيستخدموا من أجل الأشياء الصغيرة مثل المجوهرات. عندنا وود الخشب، ايرون الحديد، كبر اللي هو النحاس، وبلاستيك اللي هو البلاستيك. طبعا كانوا بيستخدموا يا جماعة اللي هو ايرون اللي هو الحديد. كانوا بيستخدموا الحديد. بعد كده كبر اند برونز، النحاس والحديد والبرونز، وير كومن ميتالز، كانت معروفة فور فود ولا تويز ولا تولز ولا جيولاري. طبعا كانت معروفة لإيه يا جماعة؟ يوزد فور سمول ايتمز لايك جيولاري. بعد كده كانت تستخدم في التولز الأدوات. ثلاثة. But later on، ولكن بعد ذلك، iron agricultural tools الأدوات الزراعية، and طبعا weapons الأسلحة began to appear، بدأت تظهر. أربعة. The ancient Egyptian قدماء المصريين got more iron، حصلوا على المزيد من الحديد through طبعا trade من التجارة. يبقى نقولهم كم مرة. The ancient Egyptian used iron for small items، استخدموا الحديد في صناعة الأشياء الصغيرة مثل المجوهرات. كبر and bronze النحاس والبرونز، were common metals كانت معادن معروفة for tools للأدوات. ثلاثة. But later on ولكن فيما بعد، iron agriculture اللي هي tools and weapons began to appear، بدأت تظهر. The ancient Egyptians got more iron، حصلوا على المزيد من الحديد قلنا من خلال التجارة. Twenty shoes. رقم واحد. Heat the butter، يعني سخن الزبدة to not eat، لكي ميلت تذوب أو تنصهر. رقم اثنين. They not iron from the ground، هم mine، يعني استخرجوا أو يستخرجون الحديد من باطن الأرض. بعد كده ثلاثة. Gold and silver الذهب والفضة are very طبعا precious، يعني معادن ثمينة جدا. They cost a lot of money، سعرهم فلوس كتير جدا. أربعة. The not uses iron to make metal tools، من اللي استخدم الحديد لكي يعملوا أدوات من المعدن؟ طبعا كرافتس مان. السؤال اللي بعد. هنا read and complete، اقرأ وأكمل. Meteorites النيازك، iron الحديد، copper النحاس، fire النار، كرافتس مان اللي هم الحرفيين. هنا نختار منهم أربعة. The ancient Egyptians started using iron، قدماء المصريين بدأوا استخدام الحديد، from more than 5000 years ago، منذ أكثر من 5000 سنة. Before iron قبل الحديد، they worked with وكانوا بيعملوا مع and bronze طبعا كبر. كانوا بيستخدموا الحديد والبرونز في صناعة الأشياء. Amazingly من المسل الدهشة، some of their early iron أن الحديد بتاعهم في البداية was from a meteorite، كان من النيازك. Ancient Egyptians هنا كرافتس من، يعني الحرفيين بتوع قدماء المصريين، made a famous dagger صنعوا خنجر شهير for Tutankhamun's tomb لمقبرة توتانخامون، from a meteorite من النيزك. They also mined iron، هم أيضا هنا نقبوا عن الحديد from the ground من باطن الأرض. But they found it quite difficult، ولكن وجدوا أنه من الصعب to use استخدامه، because it needs a very hot fire، لأنه محتاج طبعا نار ساخنة جدا جدا to melt لكي ينصهر. Which oven wasn't possible، والذي كان غير ممكن. They thought iron، اعتقدوا أن الحديد was special مميز، because they believed لأنهم كانوا يعتقدون it came from the sky، إنه يأتي من السماء.
هنا السؤال اللي بعده ترتيب عندنا need زي iron using هنا when و start. هنا أبدأ على طول بوين ما جربت بجيب أداة الاستفهام وبعدها فعل مساعد وبعدها الفاعل وبعد كده التصريف الأولاني وبقية الجملة. When did they start using iron؟ متى بدأوا استخدام الحديد؟ هنا رقم 2 silver يعني فضة. Weren't mines there many in Egypt؟ There weren't many silver mines in Egypt. كان لا يوجد كثير من المناجم للفضة أو كثير من الفضة في مناجم في مصر. ثلاثة هنقول على طول الترتيب زي ancient Egyptians used bronze for making tools. قدماء المصريين استخدموا البرونز في صناعة الأدوات. بعد كده read and write the correct form. اقرأ صح. رقم واحد the boy hide. كلمة hide دي يعني اختبأ هنا in the door. طبعا ينفعش in يبقى ايه behind the door ورا الباب. So we couldn't see him ولذلك لم نستطع رؤيته. اثنين she هنا buys a silver yesterday. طبعا هنا silver ring يعني خاتم من الفضة بالأمس. طبعا طالما أمس عايز الماضي من buys هتبقى ايه buy. البنكتويت هواي طبعا W أول حرف الجملة كابتل. Why was iron difficult to work with والآخر question mark. ليه هنا في باراجراف يا جماعة عن أميتال from ancient Egypt that interests you يعني معدن في مصر القديمة أنت تهتم به. Ancient Egyptians used a lot of materials يعني قدماء المصريين استخدموا كثير من المواد. One of the materials أحد هذه المواد الخام iron هو الحديد. Materials I am interested is الذي أهتم به هو gold الذهب. They made a lot of beautiful jewelry هم صنعوا منه الكثير من المجوهرات الجميلة. It's valuable إنه قيم and durable ومتين. They used a lot of gold استخدموا كثير من الذهب in Tutankhamun's tomb في مقبرة Tutankhamun. في عندي دلوقتي تيست يا جماعة على الوحدة السابعة بالكامل فخلي بالكم معايا عندي سؤال باسم برضو بيقولي بقى زي شان Egyptians loved birds قدماء المصريين أحبوا الطيور. Specially وخاصة falcon الصقور and the ice وطائر أبو مينجا which represented wisdom الذين كانوا يمثلون الحكمة. There are thousands of mummified ibis يوجد آلاف من طائر أبو مينجا المحنط in سقارة ألون في سقارة لوحدها. All these beasts كل هذه الحيوانات الأليفة were important كانت مهمة in the different in the اللي هي افتر لايف في الحياه الاخره ان انشان ايجيبت عند مصر القديمه. It's therefore common to find وكان من المعروف ان انت تجد ميموفايد بيس حيوانات محنطه and statues وتماثيل of animals لحيوانات in the tombs في المقابر بتاعتهم. دلوقتي بعد ما سمعنا نحاول كده نشوف. رقم واحد the انشانت Egyptian قدماء المصريين loved birds أحبوا الطيور especially and ibis طبعا اللي falcons. اثنين ibis represents طائر أبو مينجل كان يمثل الحكمة wisdom. ثلاثة there are thousands of not ibis آلاف من من طائر أبو مينجل المحنط في سقارة. رقم أربعة all these beasts كل هذه الحيوانات الأليفة were not in the after life in ancient Egypt were bad ولا important ولا rare ولا strange طبعا important. سؤال تشوز we saw a lot of ancient Egyptian نحن رأينا كثير من عند قدماء المصريين in the museum طبعا artifacts قطع الأثرية اللي كانت عندهم في المتحف. اثنين means using your knowledge معناه انك تستخدم معرفتك to make good decisions لكي تتخذ قرارات جيدة طبعا wisdom اللي هو الحكمة. ثلاث the king lived in a big castle الملك كان عايش في قلعة كبيرة with a large garden بحديقة جميلة واسعة. أربعة don't knot the boat with your hands it's very hot عايز أقول ما تلمسش
الإناء بإيديك لأنه ساخن جدا. في عندنا خمس كلمات نختار منهم أربعة: statues, gold, wisdom, artifacts, animal. Last summer الصيف الماضي we went to a museum in the city. ذهبنا إلى متحف في المدينة. There were so many interesting. كان في إيه شيء طبعا artifacts. قطع أثرية جميلة جدا. To see. My brother and I were walking around. كنا نتجول. When we found a room. وجدنا غرفة. That had lots of animal. بها إيه statues. تماثيل الحيوانات. The ancient Egyptians made lots of نقط statues. عملوا إيه؟ طبعا كثير من تماثيل للحيوانات. Animal statues. Because animals were very important. لأن الحيوانات كانت مهمة in their culture. في ثقافتهم. First, we saw different statues in a gold. وجدوا تماثيل من الذهب والفضة. Then we saw, بعد كده رأينا, some in clay, البعض منهم من الصلصال, stone, الحجارة, and granite too. والجرانيت أيضا. في عندي قطعة, the ancient Egyptians, قدماء المصريين traded with other countries, تأجروا مع دول أخرى أو بلاد أخرى. And metal was one, والمعدن كان واحد من thing, الأشياء they traded التي تأجروا بها. They first found, في البداية وجدوا ميتال المعدن in rocks, في الصخور. Metal was harder than stone. المعدن كان أكثر صلابة من الحجر. And they could melt واستطاعوا أن يذوبوا أو يصيروا and form it ويشكلوا into different shapes, إلى أشكال مختلفة. They used metal, استخدموا المعدن to make tools, صناعة الأدوات and weapons, والأسلحة. So that, لذلك, they could hunt on the land, استطاعوا الصيد على الأرض and grow food, ويزرعوا الطعام. Gold was a popular metal, كان معدن شهير جدا. For making jewelry, في صناعة المجوهرات and the art, والفنون, توصيل لكي يبيعوها. Silver was also used, الفضة أيضا كانت تستخدم, but was rarer, ولكنها كانت أكثر ندرة. Trade with other countries, التجارة مع البلاد الأخرى, helped the ancient Egyptian, ساعدوا economy to develop, اقتصاد مصر القديمة لكي إيه يتطور وينمو. نجيب على الأسئلة. رقم واحد. This text is about. النص ده بيتكلم عن إيه يا جماعة؟ إنشان إجيب طبعا ميتال المعدن. اتنين. The underlying the word popular. كلمة اللي تعتقد اللي هي popular دي. Means معناها إيه؟ Hard ولا cheap ولا unknown ولا famous؟ طبعا famous. ثلاثة. Metal was harder than. المعدن كان أصلا من الإيه؟ من ستون الحجر. Summarize the text in one sentence. لخص النص بجملة واحدة. ممكن نقول كده هو: The ancient Egyptians traded with other countries and metal was one thing they traded. بدي نكتب عليها ثلاثة. بعد كده أو أربعة. آسف. نيجي على السؤال الخامس. Why was trade in ancient Egypt useful? في التجارة كانت مفيدة. طبعا بالآخر قال لي to help the ancient Egyptian economy to develop. دي طبعا رقم خمسة. ممكن نبدأ من هنا. سؤال الترتيب على طول. The dry climate, المناخ الجاف, preserved, حافظ على the ancient Egyptian artifacts, القطع الأثرية المصري. اثنين. What animals did the ancient Egyptians keep as pets? الحيوانات القدماء المصريين هنا احتفظوا بها كحيوانات أليفة. رقم ثلاثة. King Midas was a very kind man. كان ملك ميداس ده كان رجل طيب. هنا read and write the correct form. صح. Where, وهنا does you go last weekend. طالما هنا last weekend على طول يبقى عايز الماضي من does يبقى ايه دي. اثنين. My book is هنا in the high shelf. طبعا يبقى ايه on بدل in. على الرف العالي. I can't get it. مش عارف اجيبه. سؤال بقى شوية. طبعا I capital. I went to الازهر.
هنا بارك وبعد كده احطه في الاخر ونستوب. في عندي دلوقتي باراجراف materials in ancient Egypt يعني الايه المعادن في مصر القديمه. The ancient Egyptian knew قدماء المصريين علموا that certain metals ان بعض الايه materials بعض المواد could last تستطيع ان تدوم a long time لمده طويله. That's why they built ولذلك هم بنوا the pyramids الاهرامات with granite من الجرانيت. A very hard and durable stone يعني حجارة صلبة جدا ومتينة. They also used أيضا استخدموا a lot of glass كثير من الزجاج which lasts forever الذي يدوم مدى الحياة. نيجي بعد كده هنا سؤال خاص بالأزهر. Stop here. هنا artifacts want interesting guide print. Mr. Amir good morning and welcome to the museum. صباح الخير ومرحبا بكم في المتحف. My name is Amir and I am your طبعا هنا guide. أنا اسمي أمير وأنا المرشد بتاعكم. زياد قال له good morning. I am زياد. أنا اسمي زياد. And this is my not Omar. This is my friend. Mr. Amir قال له what do you not to see here? What do you want? ماذا تريد أن تشاهده هنا؟ زياد قال له إيه؟ We want to see some ancient Egyptians. نحن نريد أن نشاهد طبعا هنا إيه artifacts بعض القطع الإيه الأثرية المصرية القديمة. فهنا مستر أمير قال له We have a lot here. عندنا الكثير هنا. That is that's interesting. ده شيء شيق. Why do we have so many of them in Egypt. لماذا عندنا كثير منهم في مصر؟ قال له because the weather here is hot and dry لأن الطقس هنا حار وجاف. read and circle يعني بقولك اقرأ واستخرج الجدول الكلمة الشاذة and replace واستخرجها واستبدلها بكلمة صحيحة. يعني مدينا أربع كلمات يا جماعة ثلاثة شكل واحد وفي واحدة غريبة. نشوف كده. رقم واحد جرانيت جولد تيتشر جلاس طبعا كلهم مواد ما عدا تيتشر فجيب هنا مادة خام اللي هي وات خشب. اتنين ويت يعني مبلل هوت هار ريد فاليوبل قيم كلهم صفات ما عدا ايه ريد فجيب هنا دراي. ثلاثة وات وين جرين هو كلهم ادوات استفهام ما عدا ايه جرين اللي هي الحبوب فانا بجيب مثلا هاو. أربعة understand dagger plant decorate كلهم أفعال ما عدا كلمة dagger أجيب أي فعل see أو go أو أي حاجة. خمسة statue تمثال artifact tomb sky طبعا كلهم آثار ما عدا كلمة إيه اللي هي sky فأنا جبت كلمة إيه بوتس. هنا paragraph عن your visit to the museum زيارتك للإيه للمتحف. فأنا بقول last week الأسبوع الماضي I visited the Egyptian museum زرت المتحف المصري. I went with my family ذهبت مع أسرتي at the museum إلى المتحف وفي المتحف we saw رأينا lots of artifacts رأينا كثير من القطع الأثرية and statues والتماثيل. We saw many tourists there رأينا كثير من السائحين هناك. We saw the mask of Tutankhamun رأينا اللي هو القناع Tutankhamun it's in gold إنه من الذهب with blue lines بخطوط زرقاء between gold lines بين خطوط ذهبية. There was a guide with us كان فيه طبعا مرشد معانا. وبكده ازاي طلبة وطالبات الصف السادس انتهينا من حل وشرح الدرس الرابع والخامس من الوحدة السابعة ويا رب يكون عجبكم واستنونا ان شاء الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.